تلقينا ببالغ الحزن والأسى اغتيال الحر، الفنان الذي دعا صيته بين الشباب من خلال أغانيه التي طالما ما كانت تحمل في كلماتها عبر. هذا الخبر نزل كالصاعقة على جمهوره الذي لم يتوقع حدوث هذه الفاجعة. عذروني لبعاد وحبابي حطوا في عنقي سيف، تقسم لمضل في اليد وخطلني بريح خفيف، أجي تقرا كتابي نسك شمس المعارف، نتدفى بالبرد ونتغطى بسمرة العصيف. ليام والعوام تحكي وتعاود ظروف فيها يا حنينة، شوفي وحسي بالجراح اللي في جوف. عايم والعوام البحر ما يشوف لا خوف ولا خوف، والمواج تغرق وتنجي وخدي تواسيه كفوفي. راه في بالي شل سنين واللي فات وما ساهي، وخيالي راح فين خليت ذكريات ماشي فين وجيت منين ومنين جراحي جا. هي حكاية رحكايات لي خلات رموشي حنات، وش دمعية الجراح السايلة من جناح الطير، ماشي كافية وما بقاش من الدم كتير، وش مع ما بقت فيه عافية ولفتي شنو غيدي. والدنيا غابة يابا شبتو باقي صغير، مرة معايا ومرة عليا، ضربة في زمان وضربة فيا، يا عمري فين ماشي بيا، ما تخافوش تغلب النية. أنا اللي مرة معايا ومرة عليا، باغي نقول باللي ضربة في زمان وضربة فيا، طايرو معلي، يا عمري فين ماشي بيا، ما تخافوش تغلب النية. جواري خالي ومالي ونيت من غير ضليت، يا القمرة طليرة ما جانيش النوم، ليالي مكسور جناح طاير ومعلي، رايح ومخلي كل شي وعكس المواج نعوم. جات الساعة باش ليون تحكي وتكلم، شفارين وبين اليدين ورفض يسلم، موفات حروف لا كلمة تقول تخمم، الشوفة ندوي ونخلي والقلب يتألم. وبلا ميعاد فات المكان احضرت وجيت، ما نسيت اللي بكاني واللي كرهني واللي بغيت، خاين يظهر وفن تهضر تهدم اللي بنيت، ويا ريت يا عمر نقدر نعيش كيف ما تمنيت. وإذا جيت في منامك يلي مغمض العيون، باش نضوي بيتك لكن مظلام وبلا لون. مرة معايا ومرة عليا، ضربة في زمان وضربة فيا، يا عمري فين ماشي بيا، ما تخافوش تغلب النية. أنا اللي مرة معايا ومرة عليا، باغي نقول باللي ضربة في زمان وضربة فيا،